استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة الذي قدم لسموه أفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بمناسبة تحقيق المنتخب لإنجاز جديد بالحصول على 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية منافسات النسخة الثانية لبطولة إفريقيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء، والتي أشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 24 إلى 26 من مايو. في البداية هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المنتخب الوطني بمناسبة تحقيقه هذا الإنجاز، معربا سموه عن سعادته الكبيرة بهذه النتيجة التي حققها أفراد المنتخب في هذه المشاركة، مؤكدا سموه أن هذه النتيجة تعزز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة. قد أشاد سموه بالجهود الواضحة والكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعاية ودعم الرياضات القتالية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة، والتي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح بفضل الرؤية التي وضعها سموه. من جانبه قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نثمن استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لنا ولأفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواء، والذين بالفعل كانوا على الموعد وشرفوا مملكة البحرين ورفعوا علمها عاليا في هذا المحفل الدولي الذي يقام للعام الثاني على التوالي. فاستقبال سموه لهؤلاء الأبطال هو دليل واضح على حرص واهتمام سموه الدائم بدعم الرياضيين لا سيما أصحاب الإنجازات، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في نفوسهم لبذل قصارى جهدهم للظهور بأعلى المستويات والمنافسة وبقوة على تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة. أضاف سموه: هذا الإنجاز يبعث في نفوسنا البهجة والسرور، خصوصا وأنه يعتبر الأعلى من حيث الميدالية الذهبية في جميع مشاركات المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة، والذي نعتبره نتيجة غير مسبوقة يحققها أفراد المنتخب في هذه المشاركة، والتي عكست بالفعل إصرار هؤلاء الأبطال على الظهور بصورة مشرفة من أجل حصد الألقاب والوصول لمنصة التتويج لرفع علم البحرين.